المحامين اللي بتتكلم على استرداد رسوم التوثيق، الاصل يا اخوانا انه رسوم التصديق بتدفع من المحامي، من المحامي لنقابته على العقد او العمل اللي بيؤديه، زيه زي اي رسم. حصل في فتره من الزمن بدعه انه النقابات بدات تدي نسب للمحامين عشان تجذب اكبر عدد من الموقعين، عشان تجذب اكبر عدد من التوقيعات، علشان تاخد دخل يفوق دخول النقابات الاخرى. هذه النسبه، هذه المساله التنافسيه ادت الى انه النقابات قعدت ترفع في نسب الاسترداد. ده مخالف للقانون، وده الجهاز المركزي للمحاسبات نقضه، وده اللي وجهنا الى ضبط المساله. يا اخوانا 90% 90% من الجهات اللي بتسترد في العقود مش محامين. المحامين عارفين محدودين، عددهم محدود اللي بيشتغل في البيزنس، لكن مكاتب المحاسبه، الموظفين، المافيا بتاعت العقود اللي بتقف في المحاكم المختلفه. هو المحامي صاحب فضل في انه جاب العقد ده للسد عليه في النقابه؟ لا، مش صحيح. اوعى حد يفتكر كده. العقد جاي لنقابه المحامين، جاي لنقابه المحامين، هيجي اذا كان المحامي سامح او المحامي حسنين، هو العقد مش هيتغير. فما ما ما ليه ننسب فضل مش موجود اصلا؟ ده شغل جاي لنقابه المحامين. رايح فين؟ رايح راجع لك، بس راجع لك بشكل محترم. راجع لك في اطار ان انا بزود لك العلاج بتاعك، راجع لك ان انا بزود لك المعاش بتاعك، انما تضيع على نقابه المحامين دخلها علشان افرقوا على اللي بيستردوا، اللي هو معظمهم مش محامين. اللي معظمهم مش محامين. هو لما يبقى دخل النقابه سنويا 200 300 مليون جنيه من رسوم التصديق. مش كانت قبل كده بتتوزع على كان دخل النقابه، وحد كان ناشر يقول لك قريته في ميزانيه 2016 كان دخل نقابه المحامين من موارد من التصديق قد ايه؟ كانوا 18 مليون. النهارده لما يبقى 200 مليون يبقى في حاجه مش مظبوطه، يبقى كان الناس اللي بتسترد دي بتاخد ال 200 مليون. نقابه المحامين بتستفيد ايه؟ ما بتستفيدش حاجه. فين المحامين اللي استفادت؟ هترد على الصوابع. استفادوا ايه؟ فتات. اللي استفاد ايه؟ مكاتب، او مين؟ مكاتب المحاسب ومحترفين العقود اللي موجوده في والموظفين المعنيين في الموضوع. موظفين بيجيبوا كرنيهات محامين يحطوها في جيبهم يا اخوانا عشان يصدقوا بيها. احنا ردينا فلوس كلكم. هو احنا خدناها عشان نرميها البحر؟ احنا دخلناها علشان ندخلها في صندوق المعاشات بتاعك. حاصل ده ادى لان احنا بنزود المعاش النهارده.